سارة، أخبارك؟ الحمد لله. سارة، أبي خدمة منك، بسوي طبخ اليوم مفاجأة لزوجي. أبي شيء جديد وطعم يخلي الأكل لذيذ. في منتج جديد مرة روعة في الطعم والنكهة، وأسوي فيه الأكل ويحبونه مرة. طيب إيش هذا المنتج؟ أبي أجربه. بخصمات فوشيه بمذاق مختلف للطعام يخلي الأكل شكل وطعم ثاني، مع خلطة سرية متبلة سويناها لأجمل مذاق تحبه. استمتعوا بخلطة الثوم المحمص اللذيذة. سوينا لك أيضا خلطة البخصمات بالفلفل الأحمر والبهار، نكهة متبلة طعم يفتح شهيتك للأكل. مع خلطات فوشيه اللذيذة الأكل يحكي لك. حاليا بالأسواق.